مساء الخير مشاهدينا، اهلا بيكم معانا النهارده على الهواء مباشره وحلقه جديده من النهارده وبكره. دايما بنقابلكم من السبت للاربع في نفس هذا التوقيت، بس اسمحوا لي في البدايه لازم ارحب بزميلي تامر ناصر، زميل عزيز بقالنا كتير ما اشتغلناش مع بعض. وانا سعيد جدا يا ايمان بعوده ان احنا نشتغل مع بعض. اهلا بيك يا ايمان، اهلا بالمشاهدين في النهارده وبكره. النهارده كالمعتاد هيكون معانا اخبارنا المحليه والعالميه، وإمام معها تحقيق مهم إن شاء الله هيكون معنا. بس الأول أقول إن معنا الأستاذ أنور الهواري، رئيس تحرير الأهرام الاقتصادي السابق في فقرة الأخبار المحلية والعالمية، ومعاك تحقيق مهم يا إمام. بالضبط، النهاردة دايما ويوم الأربع بيبقى في فقرة هامة جدا وهي تحقيق خاص. فقرتنا النهاردة مع تحقيق لصحفي دخل مغامرة بكل جرأة وتحدي. الصحفي هو الزميل خالد فؤاد من جريدة الشروق، اقتحم عالم مختلف. مش عايزين نعمم القضية، ولكن هذا العالم هو عالم للبلطجة، تجارة المخدرات، السلاح، ولكن للأسف داخل دار من دور رعاية الأيتام في 6 أكتوبر. سجل مغامرته وشهادته بالصوت والصورة من خلال الكاميرا ومايك، علقهم في ملابس لشخص هو قام باستئجاره، وهنعرف منه كثير من التفاصيل داخل هذه الدار اللي هي بتعتبر يعني نوع من أنواع الاستثناء، لأن في كثير من الدور المحترمة جدا صاحبة الرسالة، لكن هذه الدار خارج عن هذا السياق. هنعرف منه أين الأمن، أين دور والتقصير من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة التضامن، أسئلة كتير. هنحاول النهاردة نحاول أننا ناخد صورة كبيرة منها، وكمان هيبقى معانا اتصالات وتليفونات خاصة من وزارة الشؤون الاجتماعية عشان نتساءل عن هذا التقصير، وزارة التضامن أيضا، وبالإضافة طبعا لتفاصيل كتيرة هنعرفها النهاردة من خلال فقرتنا. خالد فؤاد الصحفي بجريدة الشروق، وأيضا دكتور أحمد يحيى أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة قناة السويس. هنتوقف معاكم مشاهدينا فاصل قصير، هنرجع لكم مع فقرة الأخبار مع الزميل تامر ناصر، خليكم معنا. أهلا بكم من جديد، ويسعدنا أن نتوقف الآن مع الأخبار المحلية والعالمية، ومعنا الكاتب الصحفي الأستاذ أنور الهواري، رئيس تحرير الأهرام الاقتصادي السابق. أهلا وسهلا. أهلا بسيادتك أستاذ أنور. الأخبار متعددة محليا وعالميا، ولكن نبدأ بالأخبار المحلية ومن جريدة الأخبار. السيسي يعلن برنامجه بعد إغلاق باب الترشح، وحزب الدستور يعلن دعم صباحي. فيما يخص السيسي رقم واحد ده خبر جيد، لأن بعض الذين ينتسبون إليه أو يدعون انتسابا إليه أزاعوا وأشاعوا أن الرجل لديه من الشعبية ما تغنيه عن البرنامج، وده كلام قوبل باستياء، لأنه ما فيش حد أكبر من تقديم برنامج، ومهما تكن شعبيته ده أدعى أنه يقدم برنامج وأنه يقدم التزام. ومصر في هذه اللحظة تستحق فعلا أن يقدم برنامج، خاصة أن رئيس مصر القادم ده رئيس منتخب 48 شهرا، يعني لابد أن يخرج على الناس بكلام واضح لا يحتمل الالتباس ولا التأويل. بس البرنامج لسه ما تقدمش. بس الفكرة من حيث المبدأ أنه في برنامج، هذا شيء جيد، لأن في حد منتسب أو مدعي انتساب وعامل أبو العريف قال انه مفيش برنامج وان الراجل مش محتاج برنامج، ده طبعا كلام معلش ده برضه راي يا استاذ انور. انا عارف حضرتك بتسقط على مين، وهو كاتب كبير نحن نحترم اراءه، ولكن انا يعني انا اقصد ان ده ممكن يبقى راي. لا مش راي، ما ينفعش ما دام اردنا ديمقراطيه، ما ينفعش. الشخص مش التزام، الشخص مش ضمان، الشخص مش وصفه نجاح، لكن شخص مع برنامج، مع مرجعيه وهي الدستور، مع اتعاظ بدروس التاريخ التي انتهينا إليها، مع وضع مجتمع ووضع دولة ووضع مرافق ومؤسسات تحتاج إلى إصلاح وتحتاج إلى نهضة حقيقية. فمجرد أن يقال إن في برنامج، يعني في تواضع، يعني في التزام، يعني فيش حد فوق المسؤولية ولا فوق التعهد، ده في حد ذاته خبر جيد. فيما يخص ممكن تكون بتقصد كمان انه كلام قديم ان احنا نتكلم من غير برنامج، او لازم يبقى في برنامج واضح. لازم طبعا يبقى في برنامج، لازم يقول انا هاخد التعليم بهذا الوضع، هسلمه في خلال 48 شهر بهذا الوضع، هاخد الاقتصاد بهذا الوضع، هسلمه بعد 48 شهر بهذا الوضع، هاخد السياحه بهذا الوضع، هسلمها بعد 48 شهر
48 شهر بهذا الوضع، هاخد المرافق الصحه والعلاج وبهذا الوضع هسلمها بهذا الوضع، ولازم يكون في. طب حضرتك شفت المؤتمر الصحفي النهارده بتاع حمله المشير السيسي او المرشح عبد الفتاح السيسي؟ يعني انا كنت حابب اتوقف عندها بس انا حضرتك ما شفتش النهارده، يبقى مش هنتوقف عندها وننتقل الى الجانب الاخر من الخبر وهو حزب الدستور يدعم الاستاذ حمدين صباح. اولا نفسي ثم نفسي ثم نفسي ثم نفسي نؤكد ان احنا في انتخابات حقيقيه، وان احنا مش في بيعه، وان احنا مش في اجماع، والمرشح المنافس وهو هنا الاستاذ حمدين يعامل باحترام وبتقدير، وما نسمعه عن مضايقات تتعرض لها حملته نتمنى الا تكون صحيحه، ونتمنى انه ينجز فعلا التوكيلات، نتمنى ان ينجز التوكيلات، ونتمنى الحقيقه وده الاهم انه برنامج ايضا الاستاذ حمدين يكون قوي ويكون واضح وما يكونش سنيد ولا يكون احتياطي ولا ينظر لاحد على الاطلاق انه هو رقم اثنين. كل المرشحين من حيث المبدا ومن حيث الوضع القانوني ومن حيث الوضع الدستوري اذا قبلت اسمائهم ونزلوا في قائمه المرشحين فهم على قدم المساواة، ويجب أن يعاملوا بكل كفاءة تكافؤ وبكل احترام. وهل تعتقد يعني حزب الدستور باعتباره أحد الأحزاب الجادة في مصر ما أعتقدش أنه هو هيدعم عملية تمثيلية يعني عملية حقيقية؟ شوف الحقيقة حزب الدستور ما زال حلما أكثر منه واقعا، وللأسف تسربت إليه كل ما يتسرب إلى أحزابنا القديمة وأحزابنا الجديدة من أمراض للأسف الشديد، لكن هو يبقى يعني إيه أقلها تاريخا، ومن ثم هو اقلها يعني ايه السي في السيء، يعني ما عندوش يعني ملوش ماضي يعني خد بالك في الـ لكن الاستاذ حمدين يبقى هو مرشح الضروره مش المشير السيسي. المشير السيسي هو المرشح الطبيعي، هو المرشح الواجب، لانه لو انت في الدوله الحديثه من محمد علي الى حسني مبارك كلهم بلا استثناء قاره عسكريه. صحيح. حتى فاروق جاء من ساندرست، حتى فؤاد، حتى اسماعيل، حتى كلهم بلا استثناء سعيد عباس الاول عباس الثاني كلهم قاده عسكريين قاده عسكريين قاده عسكريين، يعني خلوا اسماعيل كان سلاح المهندسين العسكريين. فالطبيعي المرشح الطبيعي او مرشح الواجب هو المشير السيسي. مرشح الضروره اللي بدونه ما تكونش في انتخابات ولا يكون في ديمقراطيه ولا تكون في رئاسه ولا يكون في سباق، مرشح الضروره حتى هذه اللحظه هو الأستاذ حمدي. هو طرح مختلف يستحق النظر ويستحق التأمل. أنا عايز أذهب لمنشد جريدة الوطن غدا، وهو أنا هقوله بكثير من التوجس وأقصد بيه والابتئاس، لأن لما نقول الجيش المصري الحر يستعرض عسكريا في ليبيا، لا. مصادر تركيا وقطر وإيران تدعم المسلحين وأغلبهم مصريون ومساعدو الظواهر يقودون التدريبات. لما نقول كده فندم إحنا بنروج لحاجة حقيقية ولا مش حقيقية؟ نشوف. دي مقالة لا يعتد بها ولا تنفع مصدر في إحدى الصحف، وإحنا نقلينها في الهيرالد تريبيون، مقالة كاتبها واحد في الهيرالد تريبيون وإحنا نقلناها. حضرتك معايا؟ حضرتك زمان أول ما دخلنا كلية الإعلام كان أول مادة يدرسوها لنا اسمها الخبر ومصادره، يعني الخبر له مصدر. أنا في الحالة دي الحقيقة مصدر في ظني لا يعتد بي. زمان وانا صغير او احنا كنا في تحت التمرين في جورنال الوفد سنه 84 كان في انتخابات، كانت اول انتخابات في عهد حسني مبارك، وكان الحزب الوطني بينافس الوفد وبشراسه. فيوميها انا شخصيا بنفسي كده قلت ميليشيات الحزب الوطني تفعل كذا وكذا وكذا. انا دهلي الله يمسيه بالخير الاستاذ عباس الطربيلي كان مدير التحرير قال لي تعالى يا ابني، ورحت له قال لي الحرب الاهليه في لبنان بدات بالفاظ زي كده، بدأت باستخدام غير مسؤول لقاموس غير إيجابي. طب احنا نرجو من وسائلنا الإعلامية أنها لا نستخدم هذا الكلام، ألا تتسرع لمثل هذه الاستنتاجات، خاصة مصدر هذا الكلام مهنيا لا يعتد به الهيرالد تريبيون وعلى مسؤوليته. أنا بس عايز أتوقف معنا اتصال تليفوني اللي هو علاء عز الدين مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بحضرتك. عندما نقرأ مثل هذه الأخبار تطالعنا على صفحات الجرائد المصرية فنفهم منها إيه يا فندم؟ الحقيقة هذه الأخبار أخبار غير مؤكدة،
لأنها يعني لم تصدر من أي جهة مسؤولة في الدولة. الدولة المصرية بالتأكيد لديها متابعة دقيقة لما يحدث ليس في الأراضي الليبية فقط، ولكن في كل الأماكن التي يحتمل أن تشكل تهديدا للأمن القومي المصري. وعلى هذا أنا أتضامن مع ضيف حضرتك الكريم أن هذه الأخبار لا يصح تداولها بشكل مبالغ فيه. هذه الأخبار إن صحت، وإن شاء الله لن تكون ذلك لأن ده يبقى غباء جدا ممن يقفون وراءها، هذه الأخبار إن صحت تتطلب التعامل معها بجدية. والمسؤولين في مصر وخاصة في القوات المسلحة لا أظن أنهم يغفلون مثل هذه الأشياء. لابد من التنسيق الجيد مع الحكومة الليبية، ونعلم أن هناك يعني ترهل أمني على الجانب الليبي، ولكن هذا لا يمنع من الإصرار على التنسيق مع الحكومة الليبية لاكتساس مثل هذه المعسكرات إن وجدت، واكتساسها أمر سهل. وبنطمن برضو الشعب المصري أنه لا يقلق، لأنه قرن على الإطلاق بين ما يتمنون أن يكون وهو الجيش المصري الحر ويقارنوه بالجيش السوري الحر. الجيش السوري الحر كان ليه ظروفه، كان هناك معارضة ضد نظام ديكتاتوري وقمعي نعلمه جميعا، أما الآن فالغالبية من الشعب المصري تؤيد ما تم في ثورتي 25 يناير و30 يونيو. وبالتالي هؤلاء المجرمين إن وجدوا على الحدود الليبية المصرية لن يستطيعوا فعل أي شيء، لأن لا يستطيعون السيطرة على شبر داخل الأراضي المصرية. إذن سيادة اللواء حضرتك تقصد أن الترويج لمثل هذه الأخبار بدون التأكد من المصادر ما بيخدمش الجبهة الداخلية ولا حتى الساحة؟ بالتأكيد يثير نوع من القلق ليس إلا. وإن كانت هذه الأخبار صحيحة فالجهات المسؤولة تعلم جيدا كيف تتعامل معها، ولدينا رجال عظماء في القوات المسلحة يقدرون حجم المخاطر والتهديدات وأساليب التعامل معها بما يؤمن الأمن القومي المصري. شكرا سيادة اللواء علاء عز الدين مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة. ختاما لهذا الموضوع استاذ انور، يعني هل ترى مفيش مصادر هو الجيش الليبي بيعرف يستعرض في ليبيا يا فندم؟ عشان الجيش المصري الحر يستعرض في ليبيا؟ هل نحتاج تصريح من 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 المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة؟ لا 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 ده؟ اصل ما تخصش القوات المسلحة. ما تخصش القوات المسلحة يعني مش مطلوب منه انه ينفي حاجه ما لا تنتسب له ولا صرح بيها ولا تعنيه لا من قريب ولا من بعيد. وبعدين دي مسميات. وانا بسال سؤال، هو الجيش الليبي بيقدر يستعرض في ليبيا؟ لا، دي ليبيا صحراء سائبه مفتوحه، ربنا دوله مفككه، السلاح فيها منتشر، التشكيلات كثيره، العصابات كثيره. لا يعني تعرف لو انا مثلا معايا واحد يعرف لي نفسه بانه قائد هذا الجيش، هعمل معه حوار وأقدم لنفسه أنه قائد الجيش، هقول إن قال لي قائد الجيش كذا، أو قال لي قائد كتيبة في الجيش كذا، أو قال لي مسؤول كذا في الجيش كذا. نرجو من مصادر الإعلام المصرية أنها تتوخى الحذر من نقل مثل هذه الأخبار. في صفحة 3 في الوطن، إرهاب الجامعات، رفع صور أردوغان وحرق مدرعة شرطة. أنا هتوقف برضو في الوطن، كلمة إرهاب الجامعات، هل هذا المسمى صحيح ولا هي مظاهرات أم هي فوضى؟ أم يعني هل هو إرهاب من الطلبة؟ لا، هو مش إرهاب من الطلبة، هو توظيف. هو توظيف قطعا. أنت لديك تنظيمات دخلت في حرب استنزاف مع الدولة والمجتمع، وتستهدف يعني كانت تستهدف المرحلة الأولى من حرب الاستنزاف ما تسميه إعادة الشرعية أو إعادة الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي. ثم في المرحلة الثانية لما يأست من إعادة دكتور مرسي وإعادة الشرعية، بدأت حرب الاستنزاف هذه تستهدف تعطيل خريطة الطريق وتعطيل أن يأتي رئيس منتخب، يعني ترفض أن تتأسس شرعية جديدة. فقطعا في حرب. يأتي هنا بقى هذا التنظيم، هو قوي وعنده قسم اسمه قسم الطلبة، وهو بيوظف الطلبة في الجامعات لتعطيل المسار الدراسي، لأشياء احتجاجية، لإثارة شغب، إلى آخره. هو 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 السؤال هنا، إيه البدائل؟ يعني إحنا المجلس الأعلى للجامعات بيعمل إيه؟ كيف يواجه المجلس الأعلى للجامعات مهاجري؟ كيف تواجه
وزارة التعليم العالي ما يجري. احنا بدائلنا ايه للشباب لاستيعاب ايه الاطر بتاعتنا اللي بنستوعب بها الشباب اصلا؟ وهي دي المشكله. يعني لماذا شباب كنت عايز اكلم حضرتك في تنظيم يائس وياخد حرب يائسه ويتعرض لكل هذا الانهيار والتفكك، ومع كده شباب زي ده متمسك بيه، لماذا؟ هل هو فقدان الامل في المستقبل؟ يعني في مشكله بطاله، في مشكله العمليه التعليميه مش ماشيه حتى لو منتظمه، ولكن التعليم حضرتك عارف مستوى يعني ليس عندنا من يخاطب الشباب، وليس عندنا من يخاطب احلام الشباب، وليس عندنا من يخاطب ان الشباب يشعرون ان المستقبل كتله من الظلام او كتله من الفراغ. ظلام لو دخل فيه مش هيعرف يمشي، كتله من الفراغ لو دخل فيها لن يتدي فيها سبيلا. يعني الحقيقة مشكلة الشباب مشكلة قائمة، وحتى هذه اللحظة يعني قامت ثورتين وما زال الشباب متروكين في العراء وفي الفراغ. لابد أن تكون للدولة وللمجتمع بكافة مؤسساتها وبكافة يعني جمعيات وأحزابه خطاب يتوجه نحو دون خطاب يتوجه نحو الشباب، أنت ليس لديك رؤية للمستقبل. إما تقول لي أنت بتفكر في شباب، هقول لك أنت عندك مستقبل وعندك رؤية للمستقبل. الشباب واقعين منك أو في خصومة معك أو مدينك ظهرهم، يبقى أنت عندك مشكلة كبيرة. إذن حضرتك بتقول إن إحنا محتاجين طريقين للحل، خطة قصيرة المدى لوقف العنف في الجامعات، وخطة طويلة المدى لتوفير مستقبل بقى للشباب ده، أو لا؟ شوف يعني وده اللي احنا كنا عايزين نتكلم فيه، لو المرشح السيسي أو المرشح حمدين صباحي أو سين أو صاد أو أي حد من الناس، لازم يقول لنا فعلا قضية الشباب مش قضية جيل، ده قضية بلد صحيح، وقضية أمة، وهم اللي سخطوا وغضبوا يوم 25 يناير، هم سخطوا وغضبوا في 30 يونيو وفي 3 يوليو، وما زالت مشكلتهم قائمة. إحنا بنحل مشكلة كهرباء، وبنحل مشكلة مية، وبنحل مشكلة مواعيد دراسة ورغيف عيش وسياحة اليومي. بالضبط. لكن هم الشباب ما زال قائما، تعليما وإسكانا وفرصة ومشاركة وحلما وصياغة بلد. هو عايز بلد، هو يحتاج، حتى هو ممكن الشباب يحتمل مشكلاته الشخصية أو الخاصة، لكن هو لا يحتمل أنه يعيش في بلد مش معروف الوجهة. عنده مشكلة في الهوية، عنده مشكلة في الانتماء، عنده مشكلة في الدور. معنا الخبر التالي من جريدة الشروق في الغلاف برضو، محلب للمواطنين ستتحملون الكثير، ومصادر بنزين 92 باقد من منظومة الكروت الذكية للمنتجات المدعومة، والحكومة تدرس تحريك أسعار الطاقة للصناعة يوليو المقبل. طب ده كويس، يعني هو الخبر ستتحملون الكثير كرئيس الوزراء بيخاطب الجماهير، انتوا هتتحملوا كتير، بس هو الكلام نفسه ان لا لرفع الدعم عن الناس اللي محتاجة الدعم، وفي نفس الوقت الحكومة هترفع أسعار الطاقة للصناعة. شوف، هو عموما دعم الطاقة أصبح فوق الطاقة، لا تستطيع أن تحتمل بلد في العالم. يعني أنا لما أدعم الطاقة ب 150 مليار، ده أنا بال 150 مليار دي أشيل الناس في طيارات طول النهار، أجيب للناس أساطيل طياراتها أشغلهم بيها، أنقلهم بيها ومجانا. أنا لما أهدر كل سنة 150 مليار جنيه في دعم الطاقة، دي فعلا مشكلة لازم نحلها، ولم تعد تحتمل التأجيل. ما ينفعش 150 مليار جنيه لدعم، مش ما تنفعش. فكون انه في تفكير للصناعات كثيفة استخدام الطاقة انه يرفع عليها السعر او يلغى عليها الدعم، انه بعض الفئات الاجتماعية القادرة على الدفع ان هي تدفع، انه فعلا لا يصل الدعم الا لمستحقيه فعلا بمواصفات معينه وبطريقه معينه، قطعا دي حاجات. ايه رايك في موضوع الكروت الذكيه يا استاذ امل؟ شوف يعني انا شايف يعني هم قيل، انا قريت الدراسه اللي اتعملت، ان هو هيوفر لنا 20-30% من المهرب الوقود اللي بيتهرب. فهل دي خطوه؟ انا جبت الكارت بصراحه بس لسه ما استخدمتوش. شوف يعني احنا خلينا نجرب، يعني احنا خوفنا من ايام الرئيس السادات سنه 77 ما يفكر يسعى يرفع بعض اسعار السلع المدعمه، ووجه برد الفعل الصعب من يوميها من 77، واحنا الحقيقه وقفنا
فده حتى أثر علينا كتير. تفاقم المشكلة. تفاقمت وصناعات كثيرة وتعرضت لانهيار زي الغزل والنسيج وزي الحد والصلب. يعني بقى عندنا الحقيقة مشكلات عمالة تتناكح وتتكاثر فتولد مشكلة من بطن مشكلة ومشكلة من بطن مشكلة. يعني كون إن إحنا نستحضر همة المجتمع وإرادة المجتمع ونصارحه ونقول له إن إحنا هنفكر نجري بعض الجراحات أو بعض العمليات أو بعض يعني السياسات الاقتصادية والاجتماعية اللي هتكون مؤلمة لنا لبعض الوقت لكن هتكون مفيدة لنا بعد كده، أظن إن هي سياسة توجه إجمالا مفيدة. إذا تكون مدروسة كويس والمصارحة والمكشفة قبل أي حاجة. ويحتملها الجميع، يعني ما يتوزع الأعباء على الجميع مش. طب معنا خبر أكثر إيجابية من هم عن الدعم. هيئة الاستشعار قمر إيجي سات من الشروق برضو قمر إيجي سات 2 بحثي وتكلف 600 مليون جنيه. كيف ترى إطلاق هذا القمر وهو كان مخطط له من قبله؟ عندنا قمر كمان في 2017. شوف اللي يعني يمكن إحنا في بعض الفترات فقدنا ثقة في أنفسنا وفي بعض الفقرات أصبحنا منتجين لليأس أكثر من إحنا منتجين للأمل. يعني عايز أقول إن مصر كدولة عملت تعليم حديث من وعملنا بعثات لأوروبا في الربع الأول من القرن ال19 طبعا. كنا احنا اول ناس تحتك بالتعليم الحديث خارج اوروبا الغربيه في القرن ال19. يعني كنت تلاقي مصر ومثلا عايز تلف تروح فين لحد لما تلاقي في الشرق حاجه قريبه من مصر. حتى الهند كان لا كان لليابان. اليابان الوحيده في وقت محمد علي في ذات الوقت كنا احنا واليابان يعني طبعا. حتى كان الهند لا كان الصين لا. فعايز اقول انه اذا كنا نؤسس لمجتمع جديد ودولة جديدة وتاريخ جديد فحيكون جزء منها صناعة الأمل، بس بشرط أن يكون صناعة على علم وعلى عمل وعلى إنتاج حقيقي ووعد حقيقي وجهد حقيقي، ما يكونش صناعة كلام ولا إنتاج إنشاء وشعارات وتصديرها للناس. تاني سؤال تاني خبر تستخدم فيه كلمة الحقيقة ونحن نحتاج الحقيقة والمكاشفة. الخبر التالي من اليوم السابع من الغلاف ترميم منازل الدابودية والهلايل المحترقة في أسوان بمليون جنيه تعاون الأوقاف والإسكان يعيد الروح للمنازل المتضررة من الفتنة. كان إيه لازمته؟ شوف المصريون انتماؤهم العميق هو لفكرة الدولة صحيح، فكرة القبيلة والانتماءات الفرعية والعشيره والانتماءات اللي هي التاريخيه دي اللي بتوجد في بعض المجتمعات الحقيقه مش موجوده عندنا، لانه احنا تاريخيا احنا مجتمع محكوم مركزيا بالدوله. وتاسست الفكره دي عبر 7000 عام ولا 5000 عام اللي هي تاريخنا المعاصر. فالحقيقه لما الدوله المصريه بتمر بلحظات ضعف او بلحظات اضمحلال او بلحظات انهيار او بلحظ او تنكمش او تتراجع من بعض المساحات فتحل مكانها جماعات او فكره القبيله او فكره الانتماء الفرعي او فكره دي، الحقيقه دي مؤقته وبتكون التقصير من الدوله. يعني عايز اقول يعني موضوع اسوان لو كانت الدوله حاضره من اللحظات الاولى ما كانش حصل اللي حصل. تاكيد لو كانت الدوله حاضره، واذا كانت الدوله تحاكم رئيسين رئيسي جمهورية بتهمة قتل مواطنين فكان من باب أولى أن تحاكم مواطنين بتهمة قتل مواطنين. يعني ما كناش ننتظر أن يكون عند حسن مبارك قبيلة أو عند محمد مرسي قبيلة فيمنعوا من المحاكمة، أو أن الدولة تصلح بين الطرفين تصلح بين الطرفين. يعني أنا عايز أقول إن ما جرى في أسوان ينبغي أن يكون درسا للدولة، أن تكون حاضرة في القلب وفي الهامش على هوامشها أو على أطرافها، أن تكون الدولة حاضرة. وده أيضا ممكن يكون من مهماتنا التي يعني بنستعد لها مع رئاسة جديدة ومع برنامج جديد لأن كل أطراف مصر تحتاج إلى أن ضخ قلب الدولة من القلب يكون قوي بحيث يدخل الدورة الدموية السياسية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية للدولة تشمل المليون كيلو متر مربع. طب ألا تتفق معي أستاذ أنور إن هو في لحظات في تاريخنا الألفي الطويل يعني في مصر إن في لحظات التفكك الضعف الانحلال ده بيحصل ولكن ما لا تلبث الدولة أن تستعيد قوتها مرة أخرى وتقف على رجليها؟ شوف هو في حاجتين، هي دولة عتيقة ذات أوتاد يعني هي والتاريخ صنوان وهي والأزل والأبد رفقاء فهي هي حقيقة مستقرة، لكن هو الأغنى منها وأكثر منها ثراء هو الشعب،
هو شعب مسكون بفكرة الدولة وفكرة القانون وفكرة النظام وفكرة الحكم وفكرة السلطة وفكرة الهيبة وفكرة الجلال وفكرة الانتظام وفكرة أنه ما فيش فوضى. فيوم 28 يناير كان إيه؟ هو ممكن تسميه ثورة، ممكن تسميه حالة ثورية، ممكن تسميه انتفاضة، ممكن تسميه حاجات كتير، لكن هو كان ممكن تسميه إيه؟ عارف وذكر في إن الذكرى تنفع المؤمنين. والشعب المصري صبر كثيرا على دولته، فلقاها مش سمع الكلام مش سمع الكلام مش سمع، فصلى الجمعة يوم 28 يناير ومسكها وادها ألمين، ادها إيه؟ ألمين، ذكرها بواجبها كدولة، ذكرها بواجبها كدولة. أرجو إن هذا الدرس لا ينسى، وأن تظل الدولة المصرية على وعي أن الشعب حاضر، وإذا نسيت واجباتها هيخرج هذا الشعب يذكرها به من جديد إن شاء الله، وده اللي نتمناه دايما. ومعنا من الأخبار خبر السجن المشدد من صفحة 3، السجن المشدد 7 سنوات لحازم صلاح أبو إسماعيل. شوف كيف ترى هذا الأمر؟ طبعا أحكام في القضاء في طار إن احنا منعلقش على أحكام القضاء لا يعلق عليها. لكن خلينا نتكلم أنه فضيلة الشيخ حازم كان جزءا من ظاهرة، الحقيقة كان جزءا من ظاهرة، أنا ما أعرفش هذه الظواهر خرجت فجأة وسكتت فجأة. يعني لم يطرح فكر، لم يطرح رؤى، لم يطرح تنظير، لم يطرح، لكن كان رجلا خطيبا، كان عنده أتباع، كان عنده جمهور، أنا ما أعرفش هم بيفكروا ده. الحقيقة كان أنا كان نفسي يكون جزء من إعلامنا أصلا، يعني كل الذين اختفوا جمهورهم راح فين؟ ما أنا ما أحبش حاجات مخفية، المخفية بتكسر المحلات. ما أنا ما أحبش حاجات مخفية فعلا، يعني جمهوره فين؟ ولو سمعنا دلوقتي هيبصونا باحتقار ولا باحترام ولا بإزدراء، ولا منتظرين نقول كلام يرضيهم ولا كلام يزعلهم؟ هم برضك مواطنين ومحترمين وبنحبهم وبنقدرهم، وإن اختلفنا معهم اختلافا شاسعا وبينا، لأنه كان الحقيقة كان جزء من فوضى، لكن كلنا مصريين، كان جزء من فوضى لكن كلنا مصريين. ما أنا بقول لحضرتك جمهوره فين؟ ما أنا نفسي بدل ما ناخد منشتات 8 عمود على الجيش المصري الحر بيستعرض في ليبيا، واصلا ما فيش جيش في ليبيا عشان يستعرض في ليبيا. الجيش الليبي نفسه مش موجود. انا عايز قاعده معلومات فعلا، انا عايز قاعده معلومات عما يجري. انا عايز قاعده معلومات عن ده، كان عدد ضخم جدا، ده يوم ما راح ترشح كان واخد توكيلات في تريلاه، ليه؟ وكان عند مدينه الانتاج، وكان قافله وحاصر مدينه الانتاج وذبح ذبائح، يعني هو اعاد ثقافه عصور وسطى وقرون وسطى. ويعني عايز اقول انه فين الناس دي؟ ما احنا ناس لازم نتوجه لها بخطاب. اللي عايز اقوله ايه؟ سواء كان طلبه الجامعات او الناس دي او جمهور الاخوان، الدوله مسؤوله عن الجميع. صحيح. ويجب الا تترك هؤلاء الناس يرثوا حزازات رؤسائهم او قادتهم، ويرثوا احقاد قادتهم، ويرثوا ثار. يعني الدوله اصول من الناحيه دي تبقى عنصر تبريد تحتضن كل هؤلاء جميعا، وتديهم بدائل فكريه وبدائل تنظيميه وبدائل للحياه. يعني لا ينبغي ان يعاقبوا عقاب جماعي بعقاب قادتهم او بعقاب رؤسائهم او بعقاب الذين ضللوهم او هدوهم، اي حاجه قول حسب موقفك الفكري اللي تقوله. يعني عايز اقول انه اذا كان في ناس هتحاكم وناس هتسجن وناس ممكن تنفذ فيها احكام شديده الصعوبه، وفي ناس قتلت وفي ناس بتقتل، يعني عايز اقول ان ذويهم وسرهم عائلاتهم ابنائهم اتباعهم وصول ما يسقطوش من الحساب. يعني عايز ايه؟ زي ما قلت حضرتك مسالتنا عن الجامعه، قلت هل احنا عملنا حاجه للجامعه؟ هل احنا بنواجه بنعمل محاضرات للشباب؟ هل احنا عملنا له كتب؟ هل احنا درسناه غير ان احنا هو بيتظاهر على غير اذن من القانون، فاحنا بنواجهه ب ب ب ب ب ب ب حضرتك معايا؟ ملاحظه ذكيه جدا. فانت لازم تكون عندك مواجهه فكريه. اذا للشباب الحكم الخاص بالشيخ حازم يلفت نظرك بالنسبه للجمهور، مواجهه اجتماعيه اتباعه. انا مش عايز اعمل عدوات. يعني انا مش عايز اكون استريحت من واحد فعملت عدوات مع 1000 او 2 او 3 او 4 او 10 او 20000. يعني مش من مصلحتي كدوله ولا كمجتمع ولا كامه ان انا استعدي شباب ينتمي لجماعه من الجماعات او تنظيم من التنظيمات، انه اسر او عائلات او افراد كانوا بيتبعوا فرد من الافراد. يعني عايز يكون عندنا مواجهه فكريه، عايز يكون مواجهه اجتماعيه، نتحمل مسؤولياتنا. ما لناش مصلحه ان احنا ندرس احقاد وسارات وحزازات وبغضاء وضغينه اجتماعيا ونورثها للاجيال. يعني الدوله الذكيه تفعل هذا. ملاحظه جديره بالاهتمام. اذا خرجنا ان كلنا مصريين، وايضا يجب من الدوله ان تدرس حاله هؤلاء الجماهير بشكل أو بآخر. العرب اللندنية، وننتقل إلى الأخبار العالمية العربية والعالمية. العرب اللندنية: القاهرة تحذر طهران لاتصالات بالإخوان. تم استدعاء القاهرة استدعت رئيس بعثة رعاية المصالح الإيرانية
ووزارة الخارجية صرحت أن ده بيعود إلى اتصالات دبلوماسيين إيرانيين بعناصر من تنظيم الإخوان المسلمين. لكن السفير بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية قال أن استدعاء مكتبي أماني اللي هو رئيس بعثة المصالح الإيرانية في القاهرة إلى مكتب مساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية كان لإبلاغه ببعض الملاحظات والتعليقات حول ضرورة اتفاق عمل البعثة الإيرانية في القاهرة مع قواعد العمل الدبلوماسي المعمول بها. هو فيش تناقض أو بين الكلامين يعني كلام سعادة السفير بدر عبد العاطي ده هو منطق اللي بيتكلم بيه دبلوماسي لا يريد أن يفصح عن التفاصيل احتراما للعلاقة احتراما للرجل اللي استدعوه احتراما لتقاليد أو أداء العمل واللي نشرته أيضا صحيفة العرب مفهوم يعني مبرر يعني متقبل لأنه في هذه المرحلة إيه حيكون إلا إذا كان بقى بينشر مذهب شيعي مثلا يعني إلا إذا كان فيه أنشطة مثلا لنشر المذهب الشيعي هم نفوا ده أكثر من مرة يعني حاول ما حاجة من اثنين إما يكون اتصالات بالإخوان يا إما يكون نشر مذهب شيعي أو ثقافة شيعية أو طباعة كتب أو اتصالات بناس لها هوى في التشيع أو ميل إلى التشيع أو لا. معانا طب أنا هستأذن حضرتك معانا اتصال تليفوني الدكتور مدحت حماد مدير مكتب الدراسات الإيرانية. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بيك. دكتور مدحت كيف ترى استدعاء القاهرة رئيس بعثة رعاية المصالح الإيرانية؟ أنا أتفق مع الرأي الخاص بأنه هذا الاستدعاء جاء يعني لرصد القاهرة للاتصالات إيرانية بتنظيم الإخوان المسلمين تنظيم الإرهابي أنا أصلا يعني وجدت عظام الشخص يعني هو ده أصل الموضوع وهو ده مربط الفرس لانه في اعتقاد الشخص ايضا من خلال حتى يعني اللقاءات الشخصيه مع السفير الايراني مكتب اماني اكثر من مره هناك نوع من الحصره وانا استخدم يعني اكثر اعني من الفاظ هناك نوع من الحصره لدى نظام الجمهوريه الاسلاميه في ايران على زوال حكم الاخوان المسلمين من مصر لانه الجمهوريه زمان في ايران كانت يعني كانت امال وطموحات كبيره جدا على اساس انه نظام الاخوان المسلمين سيكون متعاونا فوق العاده مع الجمهوريه الاسلاميه في ايران ويمكن ده حتى يعني نلاحظه من خلال التصرفات او المتسارعه او المتسرعه اللي كان قام بيها الرئيس المعزوف رئيس مصر السابق دكتور محمد مرسي بالتالي في جوهر فعلا ظن الشخصي انه حاله الندم على زوال حكم الاخوان المسلمين من مصر لا زالت كامله وموجوده في داخل نفوس الايرانيين خصوصا العاملين في السفاره الايرانيه في مصر السفير مكتب اماني نفسه. طب الا ترى دكتور مدحت ان دي برضه فيها يعني استفزاز لنظام ما بعد 30 يونيو في مصر النظام الناشئ اللي احنا بنحاول نبنيه في مصر دلوقتي خاصه ان في كلام عن عوده العلاقات وان ما فيش ضروره ان يبقى في علاقات سيئه مع ايران ان ده نوع من الاستفزاز لل لا ده مش نوع من الاستفزاز لا هو ده نوع من يعني حور يعني هقول لساعتك نوع من المداعبة يعني يعني تخفيفا للحوار دي اماني السيد مكتبة اماني يعني احنا ان هو ممكن جدا هو عنده السيد مكتبة اماني عنده ربما قناعة بانه سيأتي يوم اخر يتولى فيه الاخوان المسلمين حكم مصر من جديد وبالتالي هو لا يريد ان يعني يصدق انه هو ده يعتبر ضائع او حلم ضائع ولا يجب ان يفكر فيه وفي ظني الشخصي اسمح لي حتى في سلوك شخصي انا عملته مع السفير مكتب اماني انا قعدت معاه في مره اكتر من ساعتين ونص انتوا بتتصرفوا غلط في ظني الشخصي انه السفير مكتب اماني نفسه هو عقبه اي الان يشكل عقبه في سبيل يعني استقرار او هدوء العلاقات بين مصر وايران لانه هو نفسه على مستوى الشخص بتاعه عنده قناعه شخصيه بانه ما حدث في مصر هو انقلاب عسكري شكرا وانه
شكرا للدكتور مدحت حماد مدير مركز الدراسات الإيرانية بالقاهرة. شكرا يا فندم، وأنا بعتذر على مقاطعة حضرتك، ولكن لضيق الوقت أستاذ أنور ورانا لسه أخبار كثيرة والوقت بس ضيق. إضافة قيمة وهو دكتور مدحت واضح أنه التقى مع مكتبي أماني بنفسه يعني. سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الجزائري اتكلم في أكتر من حاجة، قال له وساطة حقيقية مع قطر وليحل الملكي مشكلات العراق، و كمان اتكلم على نظام الأسد ان هو دعا الى اجراء حازم ضد النظام السوري. هو تأكيد على الموقف السعودي. هو طبعا احنا في مصر وصلنا ل يعني علاقة ذهبية مع المملكة العربية السعودية. نحن نتعاون فيما اتفقنا عليه. الاشياء اللي هي محل اتفاق بنتعاون عليها. والاشياء اللي بتختلف فيها مواقف الدولتين، لأنه بتختلف مصالح الدولتين ورؤى الدولتين والتزام الدولتين، الحقيقة لم نتصادم فيها فقطر يمكن بقينا متفقين، وإن كان الإخوة السعوديين أكثر، لأنه قطر يعلم السعوديون تماما وزنها وحجمها وتأثيرها، وهم يعلمون أنها جزء من مشروع فوق إقليمي، وأن هذا المشروع بدأ مرحلة أولى من مراحل ما يسمى بالربيع العربي، وأنه من الوارد للربيع العربي ده تأثيرات داخلية قطعا بدأت، كان في مظالم داخلية استغلتها ظروف خارجية أو ركبتها ظروف خارجية أدت إلى الوضع اللي احنا شايفينه في ليبيا في سوريا في اليمن، يعني نقلت عددا من البلاد العربية من وضع سيء على أمل أن تنتقل إلى وضع حسن، فإذا بها تنتقل إلى وضع أسوأ. فالحقيقة التجربة ما عادش تطمن وأصبحت تخوف، وقطر لم ترتدع وما تراجعتش وما زالت تصر وتلعب، يعني أصبحت الدوحة عاصمة أكبر الحقيقة من إمكانات البلد وإمكانات شعبه المسكين اللي داخل في صراع مع العالم كله. فاللي أنا شافه إن المملكة العربية السعودية الحقيقة أخذت موقف تجاه قطر حتى ما هواش هو الوزير سعود الفيصل كمان ذكر العراق وقال لي حل الملكي مشكلات العراق. احنا عارفين ان الملكي تلاسا او يعني اطلق تصريحات ضد المملكه العربيه السعوديه، فده كان رد. لا ما هو لا هو ده اللي احنا فيه، يعني هو ده اللي احنا فيه، دي الحماقه اصلا اللي ارتكبها الامريكان بغزو العراق. لان انت لما تغزو العراق وتهد السلطه السنيه اللي فيه انت بتسلمه لايران. ده اللي حصل فعلا. فمن يوميها ونحن نعاني اختلالا اقليميا، لان الذي تطوع به بوش في غزو العراق في 9 مارس 2003 انه سلم العراق باكمله مجانا للنفوذ الايراني، وده بتعاني منه الجار الاكبر في هذا الاقليم وهو المملكه العربيه السعوديه. اللي نتمنى لها كل الخير، والعلاقات الذهبيه اللي بيننا وبينها دي تستمر. علاقات مستمره دايما يعني محور. ودايما محور حتى في أسوأ فترات العلاقات العربي. أسوأ فترات العلاقات المصريه السعوديه كانت دايما علاقات جيده برضو، يعني لازم نعترف بكده. احنا نتمنى انه احنا نعيد التفكير في صياغه عالم عربي جديد غير العالم العربي القديم. يعني العالم العربي القديم ما عادش فيما ندافع عنه، يعني ليس من مصلحتنا ان احنا ندافع عن العالم العربي كان فيه صدام حسين بسلبياته وايجاباته، او القذافي بسلبياته وايجاباته، او حسني مبارك بسلبياته وايجاباته، او علي عبد الله صالح بسلبياته وايجاباته، او البشير بسلبياته. خلاص ده عالم عربي ادى غرضه، او حافظ الاسد وابنه بسلبياتهم وايجابياتهم، ده عالم عربي انتهى وتجاوزه الزمن. وعلينا إحنا الدولتين الكبيرتين المملكة العربية السعودية ومصر إن هي تؤسس فعلا في صياغة عالم عربي جديد بصراحة ديمقراطي، يعني ما لناش مصلحة إن إحنا نستكرد الأكراد أو نستكرد الشيعة أو نستكرد الأمازيغ أو نقلل من شأن الأقليات غير العربية في الإقليم أو في العالم العربي. يعني إحنا نصيغ عالم عربي جديد دي بصراحة مهمتنا، خاصة أن الربيع العربي أسفر عن إهمال مطلق للقضية الفلسطينية اللي هي قضيتنا المركزية، وأصبحت نسيا منسية إلا أن جون كيري بيروح ويجي ويقعد شوية مع الفلسطينيين ويقعد شوية مع الإسرائيليين، ونتفاوض على التفاوض ثم نتفاوض على موعد التفاوض ثم نتفاوض على أهمية التفاوض ثم نتفاوض على استمرار كده للاستهلاك المحلي في أمريكا على الضحك علينا شوية. يعني هو إحنا لو أردنا أن نؤسس لعالم عربي جديد، ولو أردنا أن نؤسس لجمهورية
مصر العربية الجديدة، الجمهورية الجديدة، علينا أن يكون لدينا مشروع عربي وأن يكون لدينا مشروع فلسطيني، وأن يقول رئيسنا القادم سواء كان السيسي أو حمدين أو السين أو صاد من البشر أن يقول للأمريكان إنه والله استوب، إحنا ملتزمين باتفاقية السلام بيننا وبينكم، ملتزمون باتفاقية السلام بين مصر وأمريكا، ولكن إحنا شايفين إنه هذه اتفاقية لا ينبغي أن يترتب عليها الدور اللي إحنا لعبناه السنين اللي فاتت، يعني لا ينبغي أن تعود مصر مجرد وسيط بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لأنه دور انتهى إلى ما فيش. لا ينبغي أن تكون مصر أو الدول العربية مجرد طرف غير فاعل. يعني على مصر إذا أرادت أن تكون مصر الحقيقية فعلا والمؤثرة في الإقليم فعلا أن تتبنى رؤية للقضية الفلسطينية تسبق حتى طموحات الشعب الفلسطيني. الآن ما كانش ينبغي إن إحنا يعني فكرة إن كانت تقولها أولبرايت إن إحنا نفعل ما يريده الشعب الفلسطيني مش صحيح. لأنت هذا طرف مستضعف وطرف في وضع لا يملك قراره. نبقى في الشأن الفلسطيني برضو، بس ما يحدث على الأرض بقى أستاذ أنور، القدس العربي قوات إسرائيلية تقتحم ساحات المسجد الأقصى وتعتدي على مصلين، وهو خبر أصبح شبه معتاد. ده اللي أنا بقوله الحقيقة. إحنا في مصر، اسمح لي أقوله عند حضرتك، إحنا في مصر لازم نعيد تفكير علاقتنا بالمثلث مصر أمريكا إسرائيل. مصر لديها التزام باتفاقية سلام مع إسرائيل، ولديها اتفاقية علاقة تعاون أو تحالف أو سماها ما شئت تقليدية مع الولايات المتحدة الأمريكية. عايزين نقول الاثنين أن علاقتنا بالأمريكان وعلاقتنا بالإسرائيليين في من بعد كامب ديفيد إلى الرئيس محمد مرسي كان معناه أن احنا وسطاء. لا، مصر خلاص ما فيش نص في اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل يقول ان مصر تبقى وسيط. صحيح، احنا طرف اصلا. ما فيش حاجة في العلاقة مع بيننا وبين الامريكان بتقول ان مصر تبقى وسيط او مجرد فاسيليتيتور، يعني حاجة بتسهل الناس تقعد مع بعض. على مصر ان تعود اخا اكبر اذا اراد العرب ان يسمعوا لها، والاخ الاكبر تضحيات وتكاليف وواجبات. اذا ارادت مصر ان مش حماس تحط رأسها برأس مصر، وإذا أرادت مصر إن حماس غزة ورام الله تتفق، وإن أرادت مصر أن يكون لها كلمة مش مجرد وسيط، عليها أن تتحمل تكاليف وأن تتحمل تبعات، مش لصالح القضية الفلسطينية، لصالح مصر بالتأكيد ووجود مصر ودور مصر. على مصر أن تفكر، تبدع، تبتكر، تختلق دورا جديدا قائدا في العالم العربي يبدأ من القضية الفلسطينية، والقضية الفلسطينية الآن وصلت إلى القاع. إذن أنت تطالب بدور مصري جديد واستراتيجية جديدة، ومعنا السفير الفلسطيني حزم أبو شنب عضو حركة فتح اللي نسأله في هذا الأمر. سيادة السفير، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. سيادة السفير، هناك قوات إسرائيلية تقتحم ساحات المسجد الأقصى وتعتدي على مصلين، وهذا أصبح شبه يومي تقريبا، فكيف نتصرف حيال هذا الموقف؟ وهل تطالب بدور جديد لمصر بالفعل كما يطالب أستاذ أنور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا دعنا نقول بأن من الواضح أن هنالك محاولة من قوات الاحتلال الإسرائيلي لأن تجعل من المعتاد على مسامع ومشاهد العالم وخاصة العرب أن يكون هنالك اقتحامات ودخول لباحات المسجد الأقصى، وأن يكون هنالك أيضا عمليات مقبولة لأن يبدأ المصلين من اليهود أو هؤلاء المدعين لأن يصلوا في أماكن المسلمين والمسيحيين سواء في المسجد الأقصى أو في كنس المسيحية الموجودة في داخل القدس والمناطق الفلسطينية باختلافها. هذا يعني بأن المتطرفين الذين يحكمون دولة الاحتلال الآن يقودون المجتمع الإسرائيلي، يقودون المنطقة كلها نحو صدام يتجدد من جديد ويدفع بحقبة من العنف إلى المنطقة لربما تخالف التوجهات الدولية التي بدأت تميل باتجاه محاولة تحقيق عملية سلام أو تسوية سياسية في المنطقة. دور مصري، نعم مطلوب أن يكون هنالك دور مصري، خاصة أن النظام المصري الجديد يتشكل بطريقة جديدة وهنالك غياب أو تغييب للدور المصري والدور العربي في قضية فلسطين وللدور المصري في المنطقة العربية وإقليميا بشكل كامل. وبالتالي نعم من الممكن أن يكون هنالك دور مختلف في الفترة القادمة.
اذا سياده السفير اسرائيل بتحاول تخلينا نعتاد على مثل هذه الامور فننظر لها انها شيء كالمعتاد وده لن يحدث ابدا ان شاء الله. عموما سياده السفير اشكر حضرتك السفير حازم ابو شنب عضو حركه فتح اشكرك جدا على اتصالك الفن. اخر خبر هم قالوا لي اخر خبر بس انا شايل خبر تاني هقوله في الاخر بس اخر خبر معايا دلوقتي الجزائريون الى صناديق الاقتراع غدا من الحياه اللندنيه والسباق الرئاسي بين بوتفليقه وبن فليس 23 مليون ناخب ومخاوف من تزوير وانفلات امني مع اشتداد المنافسه. قلبي مع الجزائر ويدي على قلبي من الجزائر. ليه؟ الرئيس بوتفليقه رجل عظيم صحيح وقائد تاريخي عظيم ولكن الحقيقة المؤكدة أنه لم يخرج ولم يرى من شعبه في 12 شهر الأخير لظروف صحية وهو في ظروف صحية بمثل هذا الوضع الحرج يترشح للرئاسة لدرجة أنه لم يظهر في الشهور الأخيرة إلا لما كان وزير الخارجية الأمريكاني جون كيري هناك فشافه كانت فرصة أن يشوف الشعب. إيه الخوف من الجزائر؟ إيه الخوف من الجزائر؟ لو لا قدر الله حصل أي حاجة للرئيس بوتفليقة لو حصل حاجة طبعا الجزائر مساحة ضخمة وفي صارات قديمة تعرف اللي حصل في الجزائر في العشر سنين طبعا. من 92 ل 2002 عشر سنين من الأهوال صحيح. راح فيها 150 ألف روح. يعني قلبي مع الجزائر ليه؟ لأنه لو حصل حاجة في الجزائر ولاحقت شمال أفريقيا هتبقى عندك مساحة مهولة من الخطر من غزة إلى حدود المغرب. واسمح لي بس أضيف حاجة مالي ما هي طبعا لا مدينة بتغذيها يعني حبة ما عندنا حضرتك من غزة لحد حدود المغرب فما أعرفش الجزائر الأشقاء أنا يعني ماذا ينتظر الجزائر لكن تعرف تونس عارف ليبيا عارف يعني الحتة الوحيدة اللي فيها مؤسسة صلبة في هذا الإقليم كله هي مصر وعشان كده حافظت استقرار مصر وحافظت مرافق الدولة وحافظت البلد من أي دمار وتستأنف عملية سياسية تستطيع بها كامل مرافق الدولة المصرية وكافة مؤسساتها تنتظم إن شاء الله مع انتخاب رئيس وانتخاب برلمان. لكن الجزائر لو حصل حاجة الحقيقة في الجزائر هتبقى مصدر خطر مرعب. قول يا رب ما يحصل يا رب ما يحصل قول يا رب. انا اتقال لي خلاص اخر خبر بس انا في خبر بستاذن الاستاذه جيان فيه ان الموندو الصحيفه الاسبانيه بتقول وجود قطار فائق السرعه في مصر يمثل اولويه للحكومه وفي قطار الفائق السرعه باستثمار 7260 مليون يورو وبيمر من الشمال الى الجنوب عبر 5 محافظات واوضحت الصحيفه ان القطار سيحقق سرعه 350 كيلومتر في الساعه ويقف في المدن الكبرى مثل الاسكندريه والجيزه واسيوط والاقصر واسوان يعني نروح من اسكندريه لاسوان في 3 ساعات. هقول لحضرتك حاجه انت عارف ان احنا خارج اوروبا الغربيه من اول الدول في العالم اللي عملت سكه حديد طبعا والسلطان العثماني لما جاي يزورنا سنه 1860 ده كان خديوي عباس ولا سعيد؟ سعيد فوجئ بالسكه الحديد بتاعتنا ما كانتش عنده وكان عندنا طبعا بدات اداره اجنبيه ثم بدأنا مصرناها وعملنا عليها إدارة محلية يعني كانت تقاس عظمة الدولة المصرية وعظمة البيروقراطية بتاعتها لما كانت بيروقراطية مفيدة أنها تدير سكة حديد جيدة. وزيك هتسألني تقول لي حتى هذه اللحظة أنا عندي مؤشرات بقيس بيها كفاءة الدولة المصرية وأرقام كفاءتها. أقول لك من سكة الحديد لو عندك مرفق سكة حديد جيد أقول لك الدولة المصرية بعافية لأن هي دولة طولية من الشمال إلى الجنوب. مدرسة الري لو عندي مدرسة ري واعية ومهندسين ري كبار حافظين النيل وفاهمينه من المنبع إلى المصب أقول لك يبقى الدولة المصرية بكفاءة نستخدم النقل وده لا عندي مدرسة نقل جيدة في مصر ولا عندي مدرسة ري جيدة وعاملين بقينا عارف المفاوضات بتاعت بس انا كنت بين المفاوضين نبعت وزير ري يتفاوض ويجي على التفاوض انا كنت عايز ده موضوع سد النهضه بس انا بالنسبه للقطر ده كنت عايز اختم بصيغه تفاؤليه ان احنا ممكن نروح من اسكندريه لاسوان في 3 ساعات. خلينا نتفق على المبادئ انه ما ينفعش اسئله اللي حصل في الدوله المصريه سابت مواطنيها يركبوا ما يشاؤون ويتعلموا كيف يشاؤون
ويعالجوا كيف يشاؤون، في عيادة، في مستشفى، في معرفش إيه، تروح مدرسة ما تروحش، تجيب مدرس في البيت، تروح سنتر، تروح معرفش يحوش، انت معايا؟ النقل نفس الحكاية. يعني عايز أقول إيه، لو إحنا فعلا بقى عايزين ننقل الحوار إلى شيء مفيد، علينا كلمة الدولة دي، الدولة وظائف، الدولة الحديثة هي وظائف. ولذلك في بريطانيا وفرنسا مفيش مدارس خاصة، صحيح. المدرسة الجيدة هي الستيت سكول، مدرسة الحكومة. والمستشفى الجيد، مفيش الصحفيين لهم مستشفى، ولو ظباط الشرطة لهم مستشفى، وظباط معرفش ايه لهم مستشفى، والمهندسين لهم مستشفى، في مستشفى واحدة لكل المواطنين جميعا يعالجوا فيها. طب ما القطر هيبقى المواطنين جميعا. عموما لقد دهنا يعني الوقت، وابقى موضوع القطر ده نتمنى انه ممكن يتحقق. دولة حديثة، دولة في خدمة مواطنيها، نقلا وتعليما وعلاجا واسكانا واحتراما وكرامة. واحسن جملة نختم بيها مع الاستاذ الكاتب الصحفي الاستاذ انور الهواري، رئيس تحرير الاهرام الاقتصادي سابقا، نورتنا يا فندم. اسعدك الله. مشاهدينا مكملين معاكم لسه النهارده وبكره، والزميله ايمان العقاد، وتحقيق مهم جدا بعد الفاصل. رجعنا لكم مشاهدينا مره ثانيه، وزي ما قلنا لكم في بدايه الحلقه جاء معاد فقرتنا، هي فقره التحقيق الصحفي. التحقيق الصحفي النهارده هو تحقيق مختلف، لانه تحقيق فيه نوع من انواع الجرأة والمغامره. النهارده هنتكلم مع الزميل خالد فؤاد، هو صحفي بجريده الشروق، راح لدار ايتام. للاسف النهارده واحنا في شهر ابريل وشهر اليتيم بكل ما تحمله هذه الكلمه من معاني انسانيه صادقه وفي منتهى الرقه، للاسف ارتبطت بتجاره السلاح وتجاره ايضا المخدرات، نوع من انواع البلطجه. للاسف في تقصير كبير من جانب الشؤون الاجتماعيه والشؤون ايضا والتضامن الاجتماعي، وللاسف في غياب الأمن. النهاردة احنا هنتطرق لهذا الموضوع مع كاتبنا الصحفي الأستاذ خالد فؤاد، وهو كاتب صحفي في جريدة الشروق. مساء الخير خالد. مساء الخير، أهلا وسهلا. أيضا للتعرف على الشق الاجتماعي النفسي هيكون معنا النهاردة دكتور أحمد يحيى، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة السويس. مساء الخير يا دكتور أحمد. أهلا بك. أهلا وسهلا. في جريدة الشروق وفي العدد الصادر 3 إبريل الخبر والعنوان كان صادم بعض الشيء. الخبر كان بيقول داخل دار أيتام بستة أكتوبر الشروق، هذه الدار بتبيع المخدرات والسلاح علنا، ووزارة التضامن لا نستطيع الاقتراب. خالد، الموضوع ده وصلك ازاي، او يعني رتبت له ازاي، يعني احكي لي الوضع كان عامل ازاي. هو أنا في البداية بحب يعني أشكر حضرتك على الاستضافة وعلى تبني القضية. الموضوع في الحقيقة كانت بدايته كنت في أكتوبر، كنت في يعني أنا بتردد على هناك باستمرار بطبيعة عملي. فمرة كنت راكب عربية عادي جدا، فعدينا من جنب الدار لقيت السائق اللي كان معايا وقف قدام الدار، وهي كانت عربية أجرة، سيارة أجرة، فلقيته وقف قدام الدار وحاول أنه ينزل منها، وقف وفي لقيت فيه زي شباك كده صغير، ولقيت واقف فيه، كان قبلي مثلا واقف يمكن 4 أفراد أو 5، لقيت واقف طابور يعني. واقف قدام الدار، ولقيت واقف واستنى دوره علشان ياخد الحاجه او يشتري الحاجه اللي هو اللي انا مش عارفها. يعني انا كنت واقف معاه كده، انا طبعا استغرب ان ده دار ايتام، يعني حاجه غريبه ومكتوب فوق دار ام القرى لرعايه الايتام. فبعد ما رجع من العربية تاني فقلت له هو ايه ده، يعني انا حاسس ان انا كنت واقف قدام يعني زي ما يكون فرن عيش، 5 واقفين أو 6 واقفين وانت واقف مستني دورك، هو ايه اللي بيحصل. فراح قال لي احنا بنشتري هنا على طول، هو انت مش من هنا، هو انت غريب، احنا بنشتري على طول المخدرات بتتباع هنا، وده مباح. قالها لك صراحة ده على طول واحنا راكبين، قال لي ده على طول وده مباح، هو انت شكلك جديد من مش من هنا، مش عارف ايه الكلام ده. فاتصدمت، هو الجديد ده، الموضوع صدمني. فروحت راكب معاه وسكت خالص مش عارف ايه، وحبيت اقرا شويه على الموضوع، عملت سيرش كده على دار الايتام ديت، ففوجئت ان الموضوع اتكتب فيه اكتر من مره، وفي اكتر من زميل اتكلم عن الموضوع في اخبار ان في دار وعد الدور في اكتوبر بيبيعوا مخدرات ومش عارف ايه والكلام ده. حاولت ارجع بالذاكره شويه وسالت اكتر من زميل لينا
في التضامن الاجتماعي. ففوجئت ان الموضوع بدا في الدار دي بعد ثوره 25 يناير على طول. بدا الاطفال خرجوا مع الانفلات الامني بالضبط, خرجوا الاطفال من جوه, طردوا مشرفين الدار, طردوا مجلس الاداره, خرجوا وتجمهروا في الشارع الاطفال نفسهم. فحبيت اني اروح واشوف دوت ده بعيني واحاول ان انا يعني افهم الموضوع اكتر واوصل كذا مره يعني من خلال المقاله دي. تاني مره يعني انا اول مره كنت عادي جدا بطبيعه اللي انا كنت ماشي في الطريق عادي. تاني مره رحت قلت اتاكد من الموضوع واشوف الوضع هناك عامل ازاي, محاوله لتوثيق الحاجات ديت بشكل كبير. فرحت هناك واخدت معايا الكاميرا بتاعتي وهي كاميرا صغيره كده بحيث ان انا اقدر اشوف الوضع, وحاولت ان انا اتعايش معاهم, حاولت ان انا اتكلم بطريقه بتاعتهم بالطريقه باللهجه بتاعتهم. وقفت فعلا في الطابور وحاولت ان انا اقف كاني واحد من المترددين او المدمنين اللي بيشتروا المخدرات. الكاميرا كانت صغيره هم عارفينهم بيترددوا, وللاسف طريقه كلامي ممكن كانت برضو حاولت ان انا اتقمص ادائهم, لكن للاسف يعني كانت المحاوله ظاهره شويه. فاخدوا احنا معانا الفيديو هو الكاميرا بتاعتك دي اللي صورت. لا ده دي حاجه تانية, دي الخطوه التانية. دي الخطوه التانية. خلينا لسه احنا في الخطوه الاولى والزياره الاولى. تمام بالظبط. فالمهم ان في احد الاطفال دول شافني وانا بصور او شك فيا ان انا بصور. فمجرد الشك دوت الوضع اختلف تماما, انت بتعمل ايه وانت جيت هنا ايه وانت والكلام ده كله. فوجئت بانه في لحظه لقيت اكتر من 30 او 40 طفل كلهم من فوق السور حواليا ويمين وشمال وحاجات غريبه كده, كلهم اتجمهروا عليا وقاموا بقى بالاعتداء طبعا بالضرب والسب والتجريح كل ما تتخيلي. خدوا الموبايل بتاعي والكاميرا وكل المتعلقات اللي كانت معايا, الاموال كل ما يعني كل حاجه كانت معايا, وضربوا شهروا اسلحه بيضاء عليا. وبعدين شالوني ودخلوني جوه الدار, احتجزوني ما يقرب من ساعه وربع في الحدود ديت. ومن كتر بقى حاولوا يستجوبوني, انت تبع مين, انت كذا, انت جاي تعمل ايه, الحاجات ديت كلها. الاطفال ولا حد اكبر؟ الاطفال. كل ده الاطفال. لا واضح ان يعني اطفال. لا هو ما شاء الله هم مرتبين كويس جدا, يعني مجرد ان انا اللي شكوا فيا لقيت اتنين طلعوا من فوق السور, لقيت ناس حواليا من ظهري, ف يعني حسيت كده ان انا وسط عصابه. مؤهلين يعني. مؤهلين وما شاء الله مرتبين ومنظمين يعني. فالمهم دخلوني جوه الدار وقاموا بقى بالاعتداء والضرب والسب والحاجات ديت كلها لحد ما جالي حاله اغماء. وبعد كده حاله الاغماء دي يعني كنت حاسس باللي حواليا, لكن من كتر الاعتداء فكان جسمي كده فيه حاله من الخمول يعني. فراح حد كده برضو يبدو اللي احنا يعني الافلام اللي بنشوفها بتاعت زمان ديت زعيم العصابه والقائد ومش عارف ايه والكلام ده, فقال لهم شيلوه ورموه على الرصيف. فراحوا خمسه كده منهم ولا حاجه راحوا شالوني وراحوا خرجوا مني بره, خرجوني بره خالص. يعني السن كان يا دكتور يعني ممكن نقول من 13 لحد مثلا 18 عشان المراهقه يعني, لكن اجرام بشكل عندهم قوه. دي الزياره الاولى. دي الزياره الاولى. طيب اعتقد ان احنا معانا الفيديو للزياره الثانيه اللي كان فيها الكاميرا بالظبط. بس يعني قبل ما نرجع للزياره الثانيه خالد, انا عايزه اروح لدكتور احمد. يعني لفت نظرك ان السن من 13 ل 17 سنه فهي اللي هي مرحله المراهقه, تحقيق زي دوت بتستقبله زي دكتور احمد وبترصد الازمه ازاي؟ لا هو الازمه في اطار حاله الانفلات الحقيقي الموجود فيها المجتمع نتيجه غياب الأمن الجنائي إلى حد كبير عن هذه المؤسسات, وغياب الإشراف الحكومي عن هذه المؤسسات, وسوء اختيار القيادات المسؤولة أو المفترض أنها تشرف على هذه الدور, ناهيك عن فكرة استغلال هذه الدور لأعمال منافية للأدب. أنا في رأيي الانفلات الأخلاقي أصبح أقوى إلى حد كبير جدا من الانفلات الأمني. يعني قد يرتدع الإنسان بالأمن, لكن في ظل هذه الحادثة أنا أعلم أن هذه الدور, وفي أبحاث كثيرة أجريت عليها وعلى غيرها,
تمارس فيها كل الموبقات التي نعرفها والتي لا نعرفها للأسف الشديد جدا. وين الرقابة يعني؟ هو ده السؤال. هو ده السؤال. احنا عندنا للأسف يا أستاذة إيمان عندنا رقابة دفاتر، يعني ورق سليم، دفاتر سليمة، شكل العام سليم، لكن مفيش رقابة على أرض الواقع إطلاقا لسببين. السبب الأول يعني مش الباب اللي يجي منه الريح، مش عايزين مشاكل من ناحيتها، وده أحد المآسي أننا لا نواجه المشكلة ولكن ندور حولها بشكل أو بآخر. السبب الثاني وده الأخطر سوء اختيار القائمين على عملية الإشراف، لأن فيها شقين. هذه الدور إما يقيمها حد من أهل الخير تحت إشرافه هو وبرعاية الشؤون الاجتماعية، أو تشرف عليها الشؤون الاجتماعية إشراف مباشر، وفي كلا الحالتين هناك تقصير، هنالك يعني جريمة بكل معنى بمعنى الجريمة. القراءة السياسية أو القراءة الاجتماعية في هذه الأحداث نقول أن ده نوع من أنواع تفريخ مجرم المستقبل. بالضبط. إحنا بنحاول نقدم للمجتمع المصري تحت مسميات الأحداث مجرم تحت يعني بكامل هيئته، يعني ده مجرم شديد الإجرام، لأنه أولا الصراعات الداخلية، وزي ما الأستاذ خالد قال فكرة التنظيم الإجرامي، الرئيس، المسؤول، المراقبين اللي اتجمعوا حواليه، اللي ضربوه، اللي قلبوه، اللي خدوا حاجته، اللي شالوه، اللي رموه. لا ده فيلم كامل الأركان. يعني الغريب في الأمر بقى، وده اللي أنا عايز أوجه نظركم أو نظر المجتمع ليه، الخطورة تكمن في الآتي: هيطلع عليه كلاب جهنم هينكروا وهيتهموه وهيهددوه وهيخوفوه وهيقولك لا ما حصلش ونتحداه وكذا 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 وكذا. بس هو معاه الموثق يعني، ده بالخطورة حتى لو معاه الموثق. الخطورة أن في ناس مش عايزة تحط تحت المسؤولية الجنائية في الإهمال أو في التقصير أو في المتابعة. هيبقى مين الغلطان؟ الأستاذ خالد حتى ولو كان صادقا. طب خالد احكي لنا بقى الزيارة التانية بتاعتك، احنا هنشوف مع بعض دلوقتي الفيديو اللي انت صورته. طيب اوكي. هي الفكرة ان انا ما تتبعت الدار دي وقعدت يعني اقرا شوية عنها، لقيته انه بدأ حالة الانفلات الامني بعد ثورة يناير بدأ الموضوع ينتشر فيها. بدأ الموضوع ينتشر وبدأت الحالة الفوضى دي تبدأ في للأطفال. لكن الطريف في الأمر إن هم الأول كانوا بيتاجروا في المخدرات أو بيبيعوها بعد الثورة وطردوا المشرفين ومجلس الإدارة والكلام ده كله. أما جيت في تاني طردوهم، طردوا المشرفين وطردوا مجلس الإدارة وقالوا إن الأرض بتاعتنا والمكان ده بتاعنا اللي هم الأطفال أولاد الدار. ما ينفعش نقول عليهم أطفال أساساً، يعني دول أطفال يعني، وعشان السن القانوني بنقول عليهم أطفال يعني. أول الفيديو شغال معانا دلوقتي على الهواء خالد، تمام، عشان هو من غير صوت فإحنا عايزينك تعلق عليه. طيب فالفكره انه لقيت ان الاطفال ديت او الاولاد دول تطور الامر منهم وانتقلوا من مجرد بيع المخدرات، لقيت انه وصل الامر انهم جندوا بعض الناس اللي تابعين ليهم او ممكن ابناء الدار برضو، وركبهم تكاتك حوالين الدار وتحديدا عند موقف الحسري، مسافه يمكن تبعد عن الدار 100 متر او 150 متر. هم دول اللي بيصطادوا الزباين وبيكلموهم وبيدخلوهم جوه الدار ويشتروا الحاجه. بص كده، طيب قول لنا انت الكاميرا هنا كانت فين بقى بالظبط؟ على باب الدار، هنا على باب الدار هنا. قبل يعني هو في مرحله اولى، مرحله ال ده مين ده، انت ولا حد تاني؟ لا ده احد الاشخاص اللي استعنت بيهم. انا ما كانش ينفع ادخل المكان تاني لان انا بالنسبه لي كان وجهي اتكشف، فصعب جدا ان انا ادخل. لو دخلت ما كنتش ممكن. يعني انت استاجرت هنا حد تاني؟ علشان مش استاجرت، انا احد الاشخاص اللي اتعرفت عليهم هناك، حاولت الاستعانه بيه واقناعه بقدر الامكان. اللي احنا بنعمله دوت ده فايده لينا والمجتمع، فحاولت ان انا اقنعه. ولا لسه ما دخلش؟ نعم. هو ده الدار، ده الشباك بقى اللي دي الدار فيها، هم قاعدين كده جوه، ودي ثلاث فتحات موجوده. فتحه لبيع المخدرات اللي هو النبات البانجو والحشيش والكلام ده، وفتحه تانية لبيع طلقات الخرطوش والاسلحه البيضاء، والفتحه الثالثه ديت للحبوب والادويه المخدره هي ترامادول. مرتبينها ما شاء الله ومنظمين جدا. لقيت الموضوع تطور، بقول لحضرتك بعد اللي تصور تطور، بدا انتقلوا الموضوع الخرطوش والاسلحه البيضاء لان الناس بقت تستخدمهم، الاماكن الشعبيه والاهالي بيستخدموهم الكلام ده، فبقت تبيع. ده الحشيش بالظبط. وفي
ودول ناس زبائن عاديه بتشتري ودول اللي واقفين عشان لو حصل اي حاجه بينطوا على طول لاي حد يشتبكوا معاه او ممكن نسميهم نادرجيه بالظبط. ده كل ده بيبقى من على باب ال فانا بس محتاج اكمل لحضرتك. فبعد الموقف ده ما حصل وكل الانتهاكات ديت حصلت فاتجهت على طول لاسم الشرطه والجورنال عندي عرفوا الموضوع كبر والكلام ده كله وفوجئت بصمت غريب. لا مريب. صمت غريب مش عايز اقول انا مش عايز اقول تواطؤ ولا اقول تباطؤ انا يعني حاجه غريبه. رحت اسم الشرطه فوجئت انهم عارفين ما يحدث داخل الدار وانت ليه رحت هناك. طب انت يا استاذ خالد ما تفكر قبل ما تروح للناس ديت ما تطلب مننا تامينك. فحاجات كده غريبه جدا. فعملت تقرير طبي بحالتي ساعتها وعدى الامر بعد كده وحررت محضر بالواقعه وانتهى الامر على كده. وما سمعتش اي حاجه عن قيام وزاره الداخليه ممثله في اسم الشرطه او مديريه الامن باجراء اي اتجاه هذه الدار بالظبط. ممكن اساله سؤال؟ بعد نشر الموضوع مفيش اي رد فعل؟ يا دكتور انا بعد ده ما نشرتش لحد دلوقتي ما نشرتش. لا انا نشرت. لا انا بعد الواقعه دي الواقعه دي كانت من شهور ده كله حصل من شهور. فبدا الامر يتطور. الوقت قد ايه تقريبا ما بين الحادثه وبين النشر؟ ما بين يعني مثلا ممكن نقول ثلاث شهور مثلا. يعني عقبال ما بدات هو ناشر 3 ابريل وثلاث شهور ما حدش اتحرك ما حدش اتكلم مفيش اي تحرك في الفتره دي. لا ما فيش حد اتحرك ولا اي حاجه حصلت ولا ما نشرتش في الجرنال عندي لان ما كانش في موضوع. انت رحت للداخليه او اسم الشرطه؟ رحت اسم الشرطه بعد الواقعه. لما عملت السيرش بتاعك يعني اتكلمت مع اي حد متخصص بقى في الشؤون الاجتماعيه مثلا؟ طبعا. قالوا لك ايه بقى؟ قالوا لي ان الدار ديت معروف عنها ان فيها مشاكل واحنا بنعترف بدوت والكلام ده. بس ده في المرحله الاخيره في الموضوع. يعني انا بعد ما انا همي كله ان انا زي ما اقول لحضرتك ان انا اوثق الرحله دي كلها من اول ما سائق التوك توك ده بيصطاد الناس واقفين عند الموقف لحد ما بيدخلهم ويشتروا الحاجه وبيرجعهم تاني. فانا كنت حريص ان انا اوثق الرحله دي. فكان الهم قدامي ان انا اوصل لدوت. وكان تحدي نفسي داخلي بشكل كبير. فضول مهني غرور مهني اي حاجه ممكن نسميها. المهم ان انا قلت الموضوع ده بالرغم ان في نصائح كتير انا ما كملهوش. قلت انا هعمله انا هعمله. المهم ان انا قدرت ان انا استعين بحد وقدرت ان انا اخليه يصور الجزء ده كله والكلام دوت. جيت بعد كده اتصلت بالتضامن الاجتماعي وفوجئت بالرد ان انا برضو ما كنتش متوقعه. اولا قالوا لي ان الدار ديت احنا نعرف عنها ده كويس جدا وما نعرفش الموضوع تطور لحد اللي هم بيستعينوا بناس بيجندوهم وبيبيعوا طلقات خرطوش واسلحه بيضاء والكلام ده كله. ولكن اللي احنا نقدر نقوله لك ان احنا عندنا 12,000 طفل 12,000 طفل يتيم في مصر وعندنا أكتر من 500 دور لرعاية الأيتام. فما تلاقي 3 و 4 فيهم تجاوزات ده مش معناه اللي احنا مش بنشوف شغلنا. بس لا أقدر أقول لك برضو ده فيما يتعلق بالدار ديت أما واجهتهم بالوثائق بالفيديو بالأرقام بالحاجات دي كلها بالضبط. قالوا لي احنا وده كان ممثل في يمكن تكون معنا على التليفون استاذ عزيزة عزيزة عمار قالت لنا نعم التضامن. اعتقد ان احنا معانا هاتفيا الاستاذه عزيزه مظبوط. استاذه عزيزه عمار رئيس الاداره المركزيه للرعايه الاجتماعيه بوزاره التضامن. مساء الخير استاذه عزيزه. مساء الخير استاذه عزيزه. اعتقد ان حضرتك عندك خلفيه عن هذا الموضوع وحصل بينك وما بين الاستاذ خالد تواصل فيا ريت تكلمينا اكتر عن الجزئيه ديت لان احنا عندنا حاله من حالات الذهول بصراحه ان يبقى في دار رعايه ايتام وتكون بتحوي يعني مش اطفال يعني هنقدر نوصفهم بانهم يعني للاسف هم ضحايا ولكن هم في الاخر هم نتاج هذه الدار مجرمين. استاذه عزيزه هم الحقيقه يمكن الكلام اللي قاله الاستاذ خالد كله حقيقه يعني ما فيش اي اختلاف عن الكلام اللي قاله. يعني انتوا تعلموا ان في مخالفات داخل هذه الدار؟ هو حضرتك الموضوع بدا بعد الثوره. يعني الثوره سبب كل الموبقات. بص حضرتك الموضوع كان قبل كده دي جمعيه عاديه جدا وكانت شغاله والاولاد كان بيتم رعايتهم عن طريق مجلس اداره وعاملين بيشتغلوا في هذه الدار تحت الشرفيه.
بيشتغلوا اخصائيين اجتماعيين وسكرتاريا ومدير للدار، كانت فيها جهاز وظيفي كامل. وبعدين ايه اللي حصل؟ فجأة تدهورت العلاقة ما بين الولاد وبين مجلس الإدارة، وأصبحوا الولاد يمثلوا خطر على مجلس الإدارة، لدرجة المجلس الإدارة منعوهم إنهم يدخلوا الجمعية ومنعوا الموظفين إنهم يدخلوا. بعدت لجنة من عندنا، مش هقول لك كام لجنة راحت، على أساس تحاول تقعد مع الأولاد وتشوف ايه مشاكلهم او ايه المشكله اللي عندهم. بيخافوا. طب انتم ما لجأتوش مثلا لوزاره الداخليه انها تساعدكم؟ لجأنا، ما انا جاي لحضرتك، ده لازم، لان احنا ما نقدرش عليهم لوحدنا. وبعدين ايه اللي حصل يعني لما لجأتوا لهم؟ فحضرتك قالوا ان دلوقتي الموضوع مع الداخليه، انهم بيحاولوا يعملوا خطه امنيه انهم يخترقوا الولاد ودار، ويحاولوا انهم يقوموا بقى بوجودهم كجهات أمنية. طيب أستاذة عزيزة معلش خلينا عشان يعني نكون بنتكلم بشيء من المنطق، يعني حضرتك بتقولي أن نتيجة الانفلات الأمني في بعد ثورة 25 يناير، يعني احنا بنتكلم في 3 سنوات، هل 3 سنوات هتقدر تغير من 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 يعني من أسلوب أطفال؟ يعني دي أكيد من الأول كان في نوع من أنواع الانفلات، انفلات داخل هذه الدار، يعني ما كانش فيه اي رعايه ولا كان فيه حتى المجلس الاداره اللي موجود. ما تظلمهاش. يعني ازاي في 3 سنوات تحولوا يعني صح ولا غلط؟ ممكن لا ممكن تحولوا. يعني انا حقيقه استاذه عزيزه اتفضلي. يا حبيبتي 3 سنوات اثروا في الاولاد، بدليل ان انتوا كل قبل كده حد سمع عن الموضوعات دي ولا احنا سمعنا عنها؟ كانوا بتتراكب عن طريق لجان من التفتيش من المديريه ومن الوزاره. لغير يا استاذه كانت مرحله الكمون كان لسه لم يتم استغلالهم، يعني كانوا بس كانوا يعني كانوا مهيئين مهيئين نفسيا اكيد واجتماعيا. طب استاذه عزيزه معلش بعد اذنك، انا معايا على الهاتف الاستاذ الكاتب الصحفي الاستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريده الشروق، وكان عايز يدخل معاكي في مداخله بعد اذنك، خليكي معانا على التليفون. استاذ عماد مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ عماد اتفضل. انا استمعت لكلام الاستاذ عزيزه ورغم انه كلام صادم، لكن هو بيكشف للاسف الشديد الحال اللي احنا وصلنا له. انا مش قادر اتصور ان وزاره الشؤون الاجتماعيه 3 سنوات، يعني عندما علمت بالامر لماذا انتظر كل هذه السنوات الثلاثه؟ كان مطلوبا منها اذا كانت قد بلغت وزاره الداخليه ولم تتحرك وزاره الداخليه، كان عليها ان تخرج بوضوح وتقول هناك جريمه تتم في هذا المكان، اغلقوا المكان بالكامل. اما ان تكون وزاره التضامن قد قصرت في واجبها او تكون وزاره الداخليه قد قصرت. لابد ان يكون هناك حساب عسير من المقصر والمخطئ. لولا ما فعلته الشروق ولولا ما قام به الزميل خالد، اظن كان الموضوع هيستمر طول الوقت كما هو، واخشى ان يكون مستمر حتى هذه اللحظه. ولسه بالصدفه كنت يعني بتابع في قناه ام تي في لايت، كانوا بيتكلموا على ان هناك اماكن اخرى موجوده ومعروفه للجميع ولا احد يتحرك. لا احنا محتاجين نتحرك يا استاذ عماد، احنا محتاجين نتحرك. استاذه عزيزه يا ريت حضرتك يعني تكوني في تواصل مع استاذ عماد وردك على انتوا ليه ما تحركتوش لما ما قفلتوش الدار؟ ليه ما قفلتوهاش حضرتك؟ عشان نغلق الدار قدام الاولاد دول كوزارة شؤون الاجتماعية لوحدها او كموظفين ما يقدروش، لازم الجهات الأمنية هي اللي تقوم باختراق الدار وتقفلها او انها تاخد الاولاد دول وتشوف اوضاعهم ايه. تمام. يعني انا النهارده لما ابعت جهاز وظيفي ويقفلهم بالاسلحه ويمنعوهم انهم يدخلوا، طب في ايد الموظف ايه؟ لا محتاج مساعده امنيه. استاذ عماد انا للاسف الشديد اتفاجئ تماما مثل هذا المنطق، لانه يعني انا عندي خير، يعني المنطق الذي افهمه من هذا الكلام ان انا مش قادر اقفلها فاسيب دار ايتام تتاجر في المخدرات علنا. المفروض انا لو شفت واحد بيتعاطى مش بيتاجر بقبض عليه، فما بالي وانا عندي علم ان في بؤره قدامي واضحه الاجلاد بيتاجروا فيها بالحشيش علنا وفي المخدرات. استاذ عماد اعتقد ان احنا برضو بنواجه تقصير من قبل جهات الامن، تقصير واضح. لا التقصير من وزاره الشؤون الاجتماعيه ومن هذا المنطق، هذا تقصير فادح وفاضح، وتقصير من وزاره الداخليه. وده بيلفت النظر اكثر الى انه يعني اذا كانت وزاره الداخليه تبذل جهد مقدر ومحترم وكبير
وتقدم تضحيات في محاربة الإرهاب، إلا أنه علينا أن احنا ندق جرس الإنذار أنه ترك الأمن الجنائي خطر جدا جدا جدا. ممكن مش معقول حالة الإرهابيين هناك ودرس الناحية الثانية. تمام. فأرجو أنه أن تكون بداية صحوة أن احنا نشوف هذه الأماكن ونتحرك. أكيد. وكمان احنا عايزين برضو يعني خالد يعني يتم حمايته، لأنه هو أكيد برضو بيتعرض لكثير من التهديدات الآن. شكرا جزيلا. تفضل يا أستاذ عماد. أنا عايز يعني أحيي زميلي وأخي خالد على هذا الجهد اللي عمله، واللي هو ده نوع الصحافة الحقيقية اللي مطلوب في مصر، مش بس الصراخ والهستيريا والدعاء والصحافة اللي بتكشف مواطن خطأ بحيث إحنا نقدر نصلحها. أكيد. شكرا جزيلا للأستاذ عماد الدين حسين الكاتب الصحفي ورئيس تحرير جريدة الشروق. أيضا بشكرك أستاذة عزيزة عمار رئيس إدارة مركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن، ودكتور أحمد كان هو في إشكالية هنا في حقيقة في حلقة مفقودة. الحلقة المفقودة بتقول أنا أؤيدك أن مش في 3 سنين لا دول مهيئين نفسيا، كانوا بيعاملوا أسوأ معاملة، كان في نوع من القهر النفسي عليهم، كان في نوع من الحرمان الاجتماعي عليهم، كان في نوع من أنواع سلبية الشخصية، فما صدقوا كانت الثورة كاشفة لعوار أخلاقياتهم وعوار سلوكياتهم من البداية. دي حاجة. الحاجة الثانية، من المؤكد وهذا الذي لم يذكره التحقيق ولم يتذكره الأستاذة عزيزة، من المؤكد أن وراء هؤلاء الأطفال جهات معينة تمولهم أو تمدهم بالمخدرات أو تمدهم بطلقات الرصاص أو كذا. هم دول اللي بيطلعوا في المظاهرات، هم دول اللي بيمتلكوا 200 و300 جنيه في اليوم، هم دول اللي بيستغلوا من أجل أن ينفذوا أجندة لناس تانية. يبقى إذن دلوقتي الفضل لله سبحانه وتعالى والأستاذ خالد كشف عنصر من عناصر الحلقة الكاملة، ده عنصر منها. أين باقي العناصر؟ تتمثل فيه 1 الممولين لهؤلاء الأطفال، 2 استثمار أو استغلال هؤلاء الأطفال فيما يعرف بالمظاهرات والاعتصامات والتفجيرات الإرهابية، 3 وهذا هو الأهم والأخطر، أين الرؤية المجتمعية لهذه الظاهرة؟ بالضبط. خالد تفضل. لا هو في الحقيقة يعني أنا لما كلمت أستاذة عزيزة وقلت لها على الوضع، فقالت لي إن ملف الدار موجود دلوقتي على مكتب دكتورة غادة واري وزارة التضامن الاجتماعي، وهي كانت عندها علم باللي كان بيحصل ده كله. فأنا عايز أعرف 3 سنين مرة على الدار ديت ومروا بمراحل مختلفة، يعني دلوقتي وصل لمرحلة اللي هم بيجندوا ناس من بره بيقفوا على الـ على الـ على مؤقف الميكروفون، شبكة كبيرة، شبكة يعني وصلت الدرجة اللي هم منظمين لدرجة اللي هم يقدروا يشوفوا كاميرا سرية معايا أو كاميرا مخفية ويقدروا إنهم يتتبعوني ويعرفوني والكلام ده كله. فطب ده كله وجهات الأمن فين؟ يعني دلوقتي الملف موجود قدام دكتوره غاده ولي وزاره التضامن. طب دكتور احمد برعي كان ايام كان ماسك الوزاره كان الوضع في ايه؟ انا مش عارف. طب يعني انا اما كلمتك قلت لي كذا كذا، طب الوضع كان ايه الاول؟ طب دور جهات الامن فين في ده كله؟ يعني احنا يا جماعه بنقول عوده الامن وعوده الاستقرار مره تانية، وبنتكلم على الارهاب في سيناء وبنحارب والقضاء عليه، بنتكلم على اعتصامات وعنف في الجامعه، بنتكلم عن حاجات كثيره جدا، مش قادرين نفض فوضى داخل دار بتمارس كل الانتهاكات ديت بحق المجتمع كله. فده بصراحه اللي بيدعو يعني بيدعو لل في حلقه مفقوده يعني بيثير استفهامات كتير حوالين دور قوات الامن ودور اجهزه الدوله. يعني هو في التصدي ده تقصير من اكتر من جهه، واعتقد ان احنا يمكن للاسف احنا بنختم حلقتنا، عايزه اكد على نقطه مهمه جدا، ان الاعلام دلوقتي مسؤوليته تجاوزت حد نقل الخبر فقط او يعني فتح معلومه معينه، ولكن لابد من محاوله لتقويم كثير من مؤسسات الدوله اللي يعني كان عايش فيها الفساد من كل الاتجاهات. الاعلام والصحافه مشكورين في انهم بيكشفوا عورات المجتمع وخباياه وسلوكياته السيئه. المهم هنا بقى على الجهات المعنيه اللي بتقبض المسؤوله اللي عايشه في هكذا تقوم بدورها. لكن النهارده انا مش مطلوب من خالد ان هو اللي يقوم بفضل، هو كشف الحقيقه، كشف عوره هذا السلوك وهذه الوزاره على الوزارات المعنيه انها تقوم بواجباتها ودورها. خالد عندك اي حاجه قبل ما اخر جمله بس حابب اقولها، ان الموضوع ده انا عملته بدا من شهور طويله، وبعد كده لما جيت وثقت دوت ونجحت ان انا ادخل الدار مره ثانيه وصورت ده صوت وصوره مر بعد شهور، واحنا دلوقتي قاعدين مع حضرتك اهو، بكره
الدار ديت لو حد راح يشتري منها مخدرات. طيب هدي مطالب اجهزه الامن بالتدخل العاجل للقضاء. اعتقد ان احنا هنا هنكون يعني نتمنى اتمنى ان حد يكون وزاره الداخليه يرضى يدخل معانا او يوافق يدخل معانا ويتكلم معايا ويقول لي الوضع ايه هناك. يا ريت يعني انا اتمنى دوت. واحنا بنناشدهم دلوقتي بقول يا جماعه التدخل العاجل الدار ديت يعني بقت دوله جوه دوله. للاسف. طب احنا برضو من خلال برنامجنا النهارده وليست يعني انا سمعت انهم حوالي أربعة لا 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 على مستوى الجمهوريه في بلاوي سوداء. طيب احنا برضو بنوجه نداء لوزارة الداخلية ووزارة التضامن الاجتماعي يا رب يكون حلقتنا النهاردة يكون ليها صدى علشان احنا دلوقتي في او امام قنبلة موقوتة لان سمعنا كمان ان هؤلاء الاطفال عند سن معينة بينطلقوا الى الشوارع ودي مشكلة اخرى. اذا احنا هنا بنعمل يعني قنبلة موقوتة في الشارع المصري بتستخدم تفريخ اسوأ تفريخ استخدام زي ما دكتور احمد بيقول بالضبط بتستخدم بشكل للأسف ممكن يسيء لينا جميعا ومش هنقدر ان نتحمل تبعاتها. انا بشكركم جدا شكرا جزيلا وخالد بشكرك طبعا على مجهودك ده ورب ان شاء الله تبقى معانا خد بالك من نفسك فعلا تبقى معانا المرة الجاية ويكون في تطور في هذه القضية. شكرا جزيلا لكاتبنا الصحفي الأستاذ خالد فؤاد كاتب الصحفي بالشروق وأيضا دكتور أحمد يحيى أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة السويس. شكرا يا دكتور أحمد على وجودك معنا. شكرا جزيلا مشاهدينا يا رب إن شاء الله ونقابلكم إن شاء الله أسرة جديدة من النهاردة وبكرة يوم السبت القادم. إلى اللقاء.